استخدمت كتائب القسام العديد من الأسلحة خلال المواجهات الدامية مع الجيش الإسرائيلي، بينها أسلحة جوية وأخرى برية كالطائرات الشراعية التي استخدمت في 7 أكتوبر لتنفيذ عملية طوفان الأقصى ومسيرة الزواري والقذائف التلفزيونية وغيرها. ولكن ركزت القسام خلال المواجهات المباشرة مع الجيش الإسرائيلي بعد توغله في غزة على 3 أسلحة ساحقة تمكنت من خلالها أن تكبد أعتى الفرق العسكرية كلواء جولاني الخسائر الفادحة. قذيفة الياسين 105، صائدة الدبابات. نجمة مقاطع الفيديو التي تنشرها كتائب القسام بشكل دوري، فهي القذيفة الأكثر استخداماً لضرب آليات الجيش الإسرائيلي. هي قذيفة من عيار 105 ملم مضادة للدروع ومحلية الصنع. أطلق عليها هذا الاسم تيمناً بمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل في العام 2004. تحتوي على رأس حربي مزدوج وعلى شحنتين متفجرتين، الأولى تفجر درع الدبابة الخارجي ما يتسبب باختراق جزئي للدرع الفولاذي، والثانية تكمل الاختراق داخل الدبابة لتنفجر بشكل كامل. يتراوح مدى القذيفة ما بين 105 إلى 500 متر، وتصل سرعتها إلى 300 متر في الثانية، ولا يتجاوز وزنها 4.5 كيلوغرامات. استخدمت في بداية معركة طوفان الأقصى عبر إسقاطها من الطائرات المسيرة على الدبابات وفي المواجهات المباشرة، لتثبت أن الأنظمة المتطورة في الدبابات الإسرائيلية فشلت في إيقاف الياسين 105. عبوة شواظ مدمرة المدرعات. هي عبوة محلية الصنع أيضا ذات قوة تدميرية كبيرة، برز دورها بشكل كبير بعد انطلاق العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي. من ميزاتها أنها خفيفة الوزن وسهلة النقل والتصنيع، تزن حوالي 21 كيلوغراماً وهي أقرب إلى قمع نحاسي بإطار حديدي. تحتوي القنبلة على مواد شديدة الانفجار ولها قدرات كبيرة على اختراق المركبات والدبابات والدروع الحديدية المصفحة بسماكة 60 سنتيمتراً، ويتم تفجيرها من خلال زرعها في الأرض أو عبر وضعها على جانب الطريق ببعد لا يزيد عن 1 متر من الآلية. كانت هذه العبوة سبباً في تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوفه وخصوصاً في معارك الشجاعية. الغول مفترسة الجنود. هي بندقية قنص ذات مواصفات عالية في عالم القناصات، ظهر دورها بشكل كبير خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية وحققت إصابات قاتلة ودقيقة جداً. صنعتها القسام وطورتها بمواد محلية لتكون فخر الصناعة الغزاوية، وتعد من أقوى بنادق القنص في العالم وفقاً للCNN الأمريكية. يصل مدى الغول إلى 2000 متراً بعيار 14.5 ملم، ويصل طولها إلى 2 متر، كما أن منظارها مطور من قبل القسام. سميت بالغول تيمناً بقائد وحدة التصنيع العسكري عدنان الغول الملقب بأبو صواريخ القسام الذي اغتالته إسرائيل في العام 2004 بغارة استهدفت مركبته في غزة. تضاهي بصفاتها أحدث أسلحة القنص، وبالمقارنة مع أشهر القناصات في العالم تعد الغول أشد فتكاً من القناص الروسي دراغونوف ذات العيار 7.62 ملم. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من المشاغب، فانتظرونا بحلقات جديدة سنخوض فيها بمعلومات وقصص مشوقة.